السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. منتخب الارجنتين ضيفنا اليوم بإيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، هل سيلعب بثلاث مدافعين في خط الارتكاز ام بأربعة؟ ننتظر لنرى. من المفروض غونزالو مونسييل رفقة روميرو، اوتاماندي واكونيا، باريديس في وسط الميدان مع دوبول ولوتشيلسو، غونزاليس، ليو ميسي ولوتارو مارتينيز، ثلاثي الخط الامامي في تشكيلة منتخب الارجنتين. كولومبيا اليوم من دون فالكاو، من دون مع كريستيانو روميرو رفقة نيكولاس اوتاماندي، على الجهة اليمنى مونسييل سيكون في الجهة بداية منذ بدايته مع المنتخب. كرة بالراس وجول، كرة بالراس وأول جول، يا لها من توزيع ويا لها من راسية ويا لها من جول لصالح منتخب الأرجنتين بهكذا سكل من كريستيانو روميرو الذي يسجل أول أهدافه مع منتخب دياس. يحاول يمر يرفع كورة، الدخلة يلعبها عرضية والدفاع كوادرادو، ميدينا يدخل كوادرادو باليسرى مرفوعة بعيدة من كوادرادو، يرفع الكرة اللاعب الأرجنتيني لاعب نادي يوفنتوس، ليو ميسي عرضية على الجهة اليسرى، كرة ممتازة، أكون يستلم الجول، أكون يا رائعة، كرة تكون تضرب في المدافع وتروح ركني لوتشيلسو، كرته لم تمر مسافة الخطورة، ما زال بابا بابا جول، بابا 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 يا له من جول، باريديس جول، يفعلها المنتخب الأرجنتيني في سبع دقائق، يسجل ثنائي، يا سلام لياندرو باريديس، وكان دفاع كولومبيا قال له ما زال محتفظ بالكرة، هايلة ممتازة لميسي من اللاعبين، الكرة مرفوعة في القائمة الثانية ولكن كوادرادو نفذ هذه الركنية، مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة، الراسية، وإيميليانو مارتينيز يتمكن منها بسهولة ويتمكن من هذه الكرة، إيميليانو مارتينيز يلعب بيرسون ليرما عرضية على الجهة اليمنى، كوادرادو دخل، كوادرادو مازال سيكون الامر مفاجأة كبيرة، سباتا كرة لم تم، ثاني البحث من هنالك عن دوفان، سباتا وإيميليانو مارتينيز يتمكن من هذه الكرة بالنسبة لمدافع، الكرة من كوادرادو وسبينا يرفع عرضية خارجة خطيرة التسديدة لدياز، هاي صعبة دياز بينية التسديدة، مازال خطورة، الحكم يقول خطأ لدفاع منتخب كوادرادو، يدخل كوادرادو عرضية خطيرة، رائعة الكرة هذه والعودة السريعة من هنالك عن طريق المدافع كريستيانو روميرو يخرجها ركلة، أكونيا بابا خطيرة، ترفع الكرة والدفاع يخرج بعيدة، رجعت لباريديس مرة ثانية مع ميسي مع باريديس، بابا خطيرة وما زال لوتارو مارتينيز ولوكاس غونزاليس، نيكولاس غونزاليس كاد يسجل الثالث، كوادرادو مرة ثانية فضل الكرة البعيدة والكرة الأرضية خطيرة، بابا لوتشيلسو لوتارو على الجهة اليمنى وتوزيعاته مرفوعة بشكل رائع، كوادرادو هنالك عن طريق اللاعب لويس دياز التوزيع، ولكن خرتيسيو يرفعها في القائمة الثانية ناحية زاباتا، ساباتا وإيميليانو مارتينيز من أمام، هذا التدخل عن طريق اللاعب يريمينا ارتقى ونال هاي الركنية مرة ثانية، البحث عن دافيسون سانشيز وإيميليانو على الجهة اليمنى لصالح منتخب الكولومبي مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة، يرجع للوتشيلسو ميسي مازال بينية، باريديس ميسي الكرة للوتارو مارتينيز والمخالفة والجول الثالث للأرجنتين، والمخالفة معناه ميسي أوسبينا ميسي ولا رائعة من ميسي ورائعة من أوسبينا ينقذها مرة ثانية وينقذ كولومبيا من جول ثالث فعلا قاتل، تستر تعيبة في دفاع منتخب كولومبيا، أكونيا دي بول انطلق يلعب ممتازة والتوغل كوادرادو مونيال، وركنية لمنتخب كولومبيا ضربت
في المدافع، وإلا كرة كانت على الجهة اليسرى تيسيو، تيسيو مع دياز يرفع كرة بعيدة وسهلة بالنسبة للحارس الأرجنتيني كوادرادو يوزعها خطيرة، والدفاع ما زالت من هناك في القائمة الثانية خطيرة. أوي يا سباتا، سباتا كوادرادو، كوادرادو مارك كوادرادو، والخطأ والبطاقة، والخطأ والبطاقة لكريستيان روميرو. الكولومبي كوير لموريال، موريال لسباتا، سباتا لا لا قوية كرة سباتا أمام كريستيان روميرو، رائعة من موريال لسباتا ومن سباتا عالية بعيدة، يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. موريال يحمل رقم 5 زمرة الثلاثة في الخلف مع تسجيل كذلك دخول بورخة الراسية، هائلة من بورخة في أول كرة بالرأس، كاد يأتي الهدف الأول لصالح المنتخب الكولومبي. ميغويل أنخيل اليسرى في اتجاه مدافع تيسيو، التوزيع ضربة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة ويخرج البطاقة الصفراء في وجه أوتاماندي. البعثرة من جديد، موريال وجول، موريال وجول في الدقيقة 6 من انطلاقة الشوط الثاني، يبعث اللقاء من جديد. الأرجنتين مازال متفوق، ولكن كولومبيا عادت، عادت إلى، عاد إليها الروح، عادت إلى بتنفيذ المخالفة يرفعها ميسي، والدفاع يخرج أرضية، والتغطية الدفاعية خطيرة 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 خطيرة. يا ميسي انطلق، ميسي لدوبول على الجهة اليمنى، يدخل دوبول وخطأ آخر، يدخل دوبول وخطأ آخر، وبطاقة صفراء أخرى يخرجها حكما. لميسي صعبة، لميسي صعبة، لميسي بل كانت صعبة على أوسبينا هذه الكرة. يا سلام، في الزاوية اليسرى أوسبينا بيسرى اضربها في العارضة الأفقية أمامه اللاعب دوبول، يفضل يرفع الكرة في القائمة الأول، والدفاع خرجها لاوتارو. ميسي استلم ودخل، ميسي راح، ميسي ميسي جهة اليمنى كرة خطيرة، باو مارسيال لميسي في الوسط، ميسي دخل، ميسي مازال يلعبها بينية خطيرة، أولا كاد يأتي